طاف بي طائف قطعني عن الدنيا ونقلني إلى عالم آخر، وكأن روحي تغادر جسدي وترتفع رويدا رويدا، وهكذا تم الانتقال إلى حيث لا زمان ولا مكان. ما عدت أشعر أو أسمع إلا أصوات دافئة كريمة أرهفت سمعي. كانت الأصوات تثني على الخالق الكريم، على الله عز وجل، أصوات التسبيح والتحميد والتهليل في كل مكان. سمعتها، نعم سمعتها بوضوح، سمعتها بأنس واطمئنينة، أصوات جليلة تقول لا إله إلا الله عز شان، تقدست أسماه على سلطان. قلت بصوت خافت: من هذا؟ ولكن شعرت بأن صوتي لا يجاوز شفتي، وأن المتكلم لا يسمع. ثم عاد الصوت يقول لي مسترسلا: تأدب، فأنت في حضرة أبي. أبي؟ نعم أنت في حضرة أبيك آدم. قلت: آدم نبي الله. فتحت عيني وكانت إفاقتي إفاقة كاملة. أنا في حضرة أبي آدم، هل أنا أحلم؟ تأملت حولي فإذا بي أمام رجل عظيم الخلقة، هائل الجسد، فارع الطول. إنه آدم سلام الله عليه تماما كما وصفه سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آدم اللون شديد السمرة، طوله 60 ذراعا في السماء كما وصف لنا رسول الله. قلت بصوت مرتعش: السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا نبي الله. أجابني بصوت رخيم مهيب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخذت برهة أتأمل هذا العظيم، ثم قلت له: يا أبتي. أجابني حائرا متسائلا: ما أنت؟ ولما تقول لي يا أبتي؟ فأنا آدم، هكذا سماني ربي عز وجل. أجبته بالصمت فما أدري ما أقول، ولكن استدركت وقلت: ما أجلك وما أعلمك وما أقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. خلقك الله تعالى وشملك بالحب والرحمة والتكريم. قال لملائكته الكرام: إني خالق البشر طين. فقال آدم بصوت عذب خاشع: لله تعالى الحمد والشكر والفضل والمنونة. قلت: يا أبتي، كرمك ربك وفضلك على خلقه جميعا، قضى الله سبحانه أن يجعلك في الأرض خليفة، فاصطفاك أنت من خلقه جميعا لتكون خليفته أنت وذريتك. فكان هذا أول تكريم لك. فقال متسائلا: الأرض؟ قلت مسترسلا: وشرفك بأن خلقك وسواك بيده ونفخ فيك من روحه، ولم يترك خلقك لأحد من جنده وملائكته وعباده الكرام. فقال تعالى: إني خالق بشر طين.
وكرمك بأن أمر الملائكة بالسجود لك، وهم من هم، حيث قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ثم زادك فضلا وشرفا حتى على ملائكته، واختصك بالعلم والمعرفة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال آدم: نعم، علمني ربي كل الأسماء. قلت: وقد أظهر سبحانه مكانتك وفضلك بالعلم بينه وبين ملائكته، حيث قال تعالى لملائكته: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما قالوا: سبحان، لا علم لنا إلا ما علمتنا، أجاب آدم: أمرني ربي. فقال: يا آدم، أنبئهم بأسمائهم. ولما فعلت قال الله لهم: ألم أقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قلت له: يا أبتي. ثم كرمك الله تعالى بأن خلق لك من نفسك ضلعك زوجك حواء لتأنس بها وتسكن إليها. أجابني آدم: نعم، سألتني ملائكة الله لماذا سميت حواء، فأجبتهم كما علمني ربي: لأنها خلقت من شيء حي. قلت له: ما أكرمك على الله وما أعزك عند ربك، فقد كرمك سبحانه وتعالى مرة أخرى وأنعم عليك وقال لك: يا آدم، أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فرأيت آدم حينها قد امتقع وجهه وتغيرت معالمه ودمعت عيناه وقال خجلا: ولكني عصيت ربي وخدعت. قلت: نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرك ونهاك وحذرك يا آدم، فقال لك: ولا تقربا هذه الشجرة. قال آدم بغضب، وبرغم ذلك خدعنا ذلك الملعون وزعم أنها شجرة الخلد. قلت: يا أبتي، أنت في الجنة فما تريد أكثر من هذا؟ لا عليك يا أبتي، لا عليك، فقد كان ذلك بداية التكريم الأعظم والإعداد الأكبر لك بالتكليف والخلافة والأمانة، حيث أمرك بأمر وترك لك حرية التصرف والعمل والاجتهاد، حتى لو كان فيه الزلل كان هذا إعدادا لك لعبده الفاضل آدم بالنزول إلى الأرض وعمارتها وإعلاء كلمة الله فيها. وقد علمك ربك كل شيء، حتى أنه علمك ما تفعل عند الخطأ والزلل. وأنت الآن أخطأت، عصيت ربك. فأجابني مسرعا: ولكنني خدعت بلا نية للمعصية ولا إصرار أو كبر. قلت: نعم، خدعت وأكلت من الشجرة. فأكمل آدم باكيا: ورحت أجري في الجنة وأنا لا أدري ما أفعل، فقد رأيت نفسي عاصيا عاريا. قلت: نعم، وكان ربك يناديك أفرارا مني يا آدم، فكنت أنت تجيبه جواب العبد الذليل النادم بحزن وألم. فصرخ آدم: بل حياء منك يا رب، حياء منك يا رب. وتركني آدم وذهب ودمعه تسيل جارية على خديه. ناديته: لا عليك يا أبتي، لا عليك، فسيرحمك ربك مرة أخرى، وتتجلى هنا مع كل معاني الرحمة: الزجر والتأديب والعقوبة. فالأمر جلل والمهمة عسيرة. حكم الله بنزوله إلى الأرض هو وزوجه، ولكن تتوالى رحمات الله عليه حبا واصطفاء له عليه السلام مرة أخرى، حيث
حيث علمه كيف يستغفر، وألهمه كلمات قالها فغفر له سبحانه وتعالى العفو الغفار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بهذه البساطة، بهذه السرعة. نعم، فالرب العظيم عظيم في كل شيء، عظيم في رحمته، عظيم في خلقه، عظيم في تدبيره، عظيم في كرمه، عظيم في عفوه. أوحى إليه ربه الكريم كلمات إن قالها مستغفرا غفر له رحمة به وتعليما له، فكانت دعوة آدم وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رحلة بلا جسد. كان معكم أشرف حامد إبراهيم، طيب الله أوقاتكم وجزاكم الله خيرا، وفي أمان الله.